في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. الثانوية العامة، وما أدراك ما الثانوية العامة، طول عمرها كانت صداع في كل بيت في مصر، كانوا زمان بينكتوا عليها وبيعتبروا أن أزمة شهادة الثانوية أعقد من أزمة الشرق الأوسط. ورغم أن شهادة الثانوية العامة أصبحت تقريبا زيها زي أي شهادة دراسية تانية بعد ما تغير بدرجة كبيرة شكلها القديم، إلا أن لسه برضو الناس زي زمايلنا عبد عزيز عبد حق بيعتبروها كأنها شهادة دخول للجنة. أي والله كأنها مية المحياة، ولو ما جابش الواد مجموع كبير يا عيني مستقبله حيضيع ومش حيلاقي وظيفة، ويمكن ما يعرفش يتجوز بعد كده ولا يفتح بيت، وطبعا الواد لازم يبقى باشمهندس والبنت تبقى دكتورة قد الدنيا. الدكتورة راحت الدكتورة جت، والأب يبقى أبو الباشمهندس والأم تبقى أم الست الدكتورة. مش كده برضو يا عزيزو؟ مش كده برضو يا أبو عبرادي؟ لا مش كده طبعا يا سعمر. ممكن أول الواد يجيب مجموعة يدخله طب سنان أو حتى صيدلة، مفيش مانع. إنما الواد عبرادي ابني يجيب 89.5%، واللي بذمتك 89.5% دي تدخلوا ايه من كليات القمة يا عمرو اخويا؟ انا راضي باللي تشور عليها بيه. ابني يروح فين بالمجموع ده وانت عارف ان الاربع كليات الكبيرة بتاخد فوق 90؟ يا رب ادفع الكوتا طول السنة مصاريف ودروس خصوصية اونلاين وابحاث وحبسة في البيت شهور، الواد ما بيشوفش فيهم الشارع خالص، وفي الاخر ترسي على 89.5%. ليه بس يا رب كده ليه؟ وكنت علمت صنع احسن وخلصت بدل ما يصفصف الحلم الكبير ده على فشوش. والله يا عمرو فشوش وكابوس كمان يا اخويا. معلش يا زيزو، بص انا هكون صريح معاك، وانت لازم تفهم ان طلبة مصر كلهم ما ينفعش يدخلوا طب وهندسة. مفيش بلد في الدنيا اهلها كلهم دكاترة ومهندسين. عبد عزيز وابنك عبرادي جاب مجموع كويس يدخله برضو كلية محترمة، ثم ان مت الشهادات دي خلاص بقت دقة قديمة وخلصت من زمان. الشباب دلوقتي اتفتحت قدامهم مجالات جديدة عظيمة ما كانتش موجودة على ايامنا. الشباب دلوقتي بيدرس بيزنس، بيدرس علوم كمبيوتر سوفت وير وجرافيك، معظمهم بقى مهتم يبدأ حياته بمشروع صغير ويكبره. وفي جامعات كمان زودت أقسام جديدة عشان يلبوا احتياجات سوق العمل. الوظيفة الميري والمكتب والتعيين في شركة قطاع عام أو مستشفى عام راحوا وراح زمانهم. أنت عاوز ابنك يطلع رئيس قسم مشتريات في شركة زيك ولا إيه زيزو؟ وماله قسم المشتريات يا سيدي؟ مش هو ده اللي علمه وصرف عليه؟ ومع ذلك يا سيدي انا كنت عايزه يبقى احسن من ابوه ويبدا حياته مهندس كده ولا دكتور قبال وشنا ورنا. ما انت شايف الخريجين من الكليات التانيه بيتعبوا قد ايه لغايه ما يلاقوا وظيفه. لكن بقى لو جاب مجموع كبير هيدخل كليه كبيره وهيضمن وظيفه، صح ولا هتغلطني في دي كمان؟ لا غلطان وستين غلطان يا عبد عزيز. مش بالمجموع الكبير وحده يحيى الانسان يا سيدي. الشباب عندهم طاقات هايله يقدروا يستغلوها في حاجات كتيره غير الوظيفه الميري. انا اعرف شباب بيعملوا ابلكيشنز للموبايل وبيكسبوا منها ملايين. وعلى فكره بقى مش كل اللي بيتخرج من طب او هندسه بيبقى مهندس او دكتور كبير ومشهور. قليلين اللي بيبقوا عباقره ومتميزين في شغلهم، وابنك ممكن يكون عبقري وغني كمان لو اختار صح. سيبك انت بس مالكش دعوه بيه زيزو، وسيب الواد يعتمد على نفسه، هو ان شاء الله هيبقى كويس وهينجح في حياته. يا بتاع انفتك الميري، انفتك الميري اتمرغ في ترابه يا دقه قديمه يا زيزو. انت اصلا بتتريق يا باشا، لان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. واظهر بقى سعادتك مش عارف ان الولاد بتوع مدارس الحكومه غير اللي بيدرسوا في مدارس الانترناشونال. دول بقى يا معلم ما عندهمش ثانويه عامه ولا مجموع يدخلهم الجنه ومجموع يدخلهم النار. عندهم يا اخويا الاي جي والاي بي والامريكان دبلوما، ودي شهادات تانية خالص بقى اسهل بكتير. الكلام ده مش صحيح يا فتك يا ابو المفهوميه. مين قالك بقى كده يا ابو عقليه فزه؟ ده بتوع مدارس الانترناشنال بيطلع عينيهم عشان يدخلوا كليه محترمه ولازم يجيبوا مجاميع كبيره جدا عشان يتقبلوا. المهم بقى مش في المجموع، المهم في اختيار نوع الدراسه
اللي بيحبها الشاب وهيتفوق فيها. يعني انت مثلا يا زيزو ما تزعلش مني، يعني انت مثلا لو كنت بتحب الغنى كان ممكن تدرس مزيكا وتطلع مغني او ملحن، وده بقى محتاج موهبة مش ثانوية عامة ومجموع كبير. بس للأسف ما كنتش موهوب، عشان كده اشتغلت موظف في قسم المشتريات يا زيزو. مين قالك بأن انا ماليش في الفن؟ ده انا طول عمري فنان في نفسي والله، ولما اخترت الوظيفة اخترتها بمزاجي، ما حبيتش اضيع مجموع 70% اللي جبتهم في الثانوية العامة. ايه رأيك بقى ان انا بالذات بحب الغنى جدا، وخصوصا الادوار القديمة بتاعت الشيخ زكريا احمد ولا الاستاذ اللواء محمد عبد الوهاب؟ تحب اغني لك جفنوه علم الغزل؟ جفنوه طن 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 علم الغزل طن 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 طن، جفنوه علم الغزل طن. الله عليك يا زيزو. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.